أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. التعادل السلبي حسم نتيجة مباراة سيراميكا وفاركو في اللقاء اللي جمع الفرقتين امبارح على استاد المقاولون العرب ضمن الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الممتاز. فريق بيراميدز فاز على فيوتشر بهدف نظيف في المباراة اللي جمعت الفرقتين على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز. سجل هدف الفوز مصطفى فتحي في الدقيقة 64 من عمر المباراة، وبالنتيجة دي انفرد بيراميدز بوصافة الدوري ب 61 نقطة وفيوتشر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة. منتخب مصر حدد يوم 12 يونيو الجاري موعداً للسفر للمغرب لمواجهة غينيا يوم 14 من نفس الشهر في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار. الاتحاد المصري لكرة القدم بيجري محاولات مكثفة لتنظيم مباراة ودية تانية للمنتخب الأولمبي، وخاطب اتحاد الكرة الاتحاد البنيني والإيفواري لإقامة مباراة ودية تانية لتجهيز الفراعنة لمناقشة بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر انطلاقها في المغرب يوم 24 يونيو الجاري. المسؤولين في نادي الزمالك استقروا على عودة أحمد أيمن منصور مدافع الفريق المعار لطلائع الجيش حتى نهاية الموسم، ورحب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني بالفكرة وأبدأ إعجابه بقدراته وإمكانياته الفنية في ظل مشاهدة العديد من الفيديوهات للاعب خلال الفترة اللي فاتت. فريق الزمالك اتعادل مع منتخب اليمن بهدف لكل فريق في المباراة الودية اللي اتلعبت بينهم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في إطار استعدادات النادي للقاء الاتحاد السكندري في الدوري. والبطلة المصرية نوران جوهر تم تتويجها ببطولة الجونة الدولية للسكواش اللي استضافتها مدينة الجونة خلال الفترة من 26 مايو حتى 2 من يونيو. فازت نوران في المباراة النهائية على البلجيكية نيالي جالس بنتيجة 3-0. أعلن أليو سيسي المدير الفني لمنتخب السنغال قائمة اللاعبين المستدعى لخوض مواجهتي أسود ثيرانجا خلال فترة التوقف الدولي في شهر يونيو الجاري، وضمت قائمة منتخب السنغال اللي أعلنها أليو سيسي 26 لاعب على رأسهم ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ. أعلن نادي ميلان الإيطالي امبارح تجديد عقد لاعبه البرتغالي رافائيل لياو ليصبح لاعباً للفريق حتى يونيو من عام 2028. ذكر نادي ميلان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر يصور نادي اي سي ميلان الإعلان عن تجديد عقد رافائيل لياو حتى 30 يونيو 2028. خلصت نشرتنا الرياضية، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع شاذلي. عودة ليك مرة تانية يا شاذلي. شكرا.